قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. ومن لم يستحي من طلب الحلال من المعيشة خفت مؤونته ورخي باله ونعم عياله.